Angel. ولكن بعد تخرج الطالب من المؤسسة يقوم بإجراء عملية الإخلاء، وذلك عن طريق التوقيع على ورقة الإخلاء، وذلك لتسقط عنه جميع هذه القوانين، وبالتالي يخرج من الأكاديمية أو الكلية أو المؤسسة التعليمية بدون أي مشاكل، وأيضا لم تعد هذه القوانين سارية عليه. نأتي الآن بعد الحصول على استمارة التخرج. طبعا بعد الحصول على استمارة التخرج والتخرج من المؤسسة التعليمية، والتي في العادة تكون مرحلة البكالوريوس، يستطيع الطالب القيام بالأمور التالية: أولا، استكمال الدراسة لدرجة الماجستير، حيث أنه الدراسة العليا وهي مرحلة الماجستير تعتبر المرحلة الثانية بعد الحصول على مرحلة البكالوريوس، بالإضافة على الحصول على وظيفة بأحد الشركات أو المؤسسات. وهكذا نصل إلى نهاية عرضنا اليوم. أتمنى أعزائي المشاهدين أن تكونوا قد استفدتم معنا، وإذا كان لديكم بعض الاستفسارات أو بعض الأسئلة بخصوص أي موضوع من مواضيع التخرج، يمكنكم التواصل معنا على رسائل الصفحة. وهذا كان كل شيء معنا اليوم. شكرا لكم وحسن استماعكم، ونلتقي في المحاضرة التالية بإذن الله، والتي سوف تكون بعنوان كيفية كتابة مقترح لمشروع التخرج. شكرا لكم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.